22. احنا ليه بنقرر اللي بنقرره في حياتنا وكيف بنقرر في حياتنا اليومية؟ واحدة من اكثر الامور اللي تأثر في قراراتنا ما يسمى بالعقل الجمعي، ثقافة القطيع. احيانا كثير بنقرر قرارات احنا ما احنا عارفين هي لصالحنا ولا لا، بس لانه الناس ماشية كده فاحنا ماشيين معاهم كده. فسوينا تجربة، جبنا 9 كل دول تبعنا يجلسوا في غرفة استقبال مستشفى. لما يجي احد المراجعين ضحية حيجلس هنا، اول ما يجلس كده بعد نص دقيقه حيرن جرس، كل اللي معانا حيقوموا بدون سبب. الحين اول زبون حيجي، هل حيوقف بس لانهم كلهم وقفوا؟ ونفهم من هذه التجربه احنا ليه بنقرر اللي بنقرره في حياتنا ومدى تاثير الجماعه على قراراتنا في الحياه. تتوقع حيمشي ولا مش حيمشي معانا؟ بعد كم وقفه؟ رابع وقفه حيوقف، وحيوقف بدون ما يسال ولا حيسال؟ ولا سأل ولا استفسر ولا شيء. فشفنا ولقينا كل واحد سبحان الله مختلف عن الثاني. ففي ناس من اول مره، الفكره كلهم هم قاموا، لو انا ما قمتش حاسس ان انا مختلف فيهم. طيب عندنا ضحيه ثانيه جايه، الضحيه الاولاني لسه جالس. ايوه اول مره ما انتبهت، كانت على الجوال الظاهر بدون تفكير. اهلا وسهلا، ليه كنت بتقومي؟ ما اعرفش، لقيتهم فبيقوموا فرحت قمت معاهم، حاجه لا اراديه خالص. ففكره المشي مع الجماعه لها فوائد ولكن لها مضار. من ضمن القصص اللي تروى مثلا انه يقال يعني انه في بنت شافت امها كل يوم بتسوي سمك، فكل ما تيجي تبغى تسوي سمكه تقصها في النص وتحط نص السمكه في القدر. فالبنت استغربت قالت لها ليه بتحطي النص في القدر؟ فقالت لها لاني شفت امي كده تسوي فانا بسوي كده. فقالت لها خلينا نسال امك. فراحوا للجده، ليه يا جده بتقصي السمكه كده؟ قالت له ما اعرف، انا شفت امي بتسوي كده بتقص السمكه فصرت اقص السمكه. فراحوا لأم الجدة، كانت عايشة ما نعرف كيف بس كانت عايشة أم الجدة. فراحوا لأم الجدة قالوا لها يا أمي كيف كنت ليش بتقصي السمكة نصين بعدين تحطي نص في القدر؟ قالت لهم لأنه القدر حقنا كان صغير ما يسع السمكة كلها، فكنت أقصها في النص عشان أحط السمكة في القدر. اليوم البنت اللي هي الحفيدة قدرها كده وقاعدة تقص السمكة وتحط السمكة الصغيرة وهي ما هي فاهمة ليه قاعدة تحط السمكة الصغيرة. فهذا مثال لتقليد أعمى ما صار له فائدة اليوم، كان له فائدة لأم الجدة اللي هي ما شاء الله عايشة إلى الآن، كان وقتها له فايدة لأنه قدرها صغير. اليوم القدر كبير فصار تقليد أعمى مضر وليس مفيد. حسيتي بإيش لما أنت الوحيدة اللي كنت قاعدة وكله قام؟ اتحركت طبعاً. أحياناً الخجل، مجرد أنه أنت مختلف عن الناس يحسسك بخجل، حسسني في حاجة غلط، حد مجتمع على حاجة واحدة وأنا الوحيدة اللي قاعدة، والخجل ده يضغط عليك فتمشي مع الجماعة عشان الخجل. فلازم الواحد يفرق بين التقاليد اللي إلى الآن لها مصلحة وفايدة وبين التقاليد أو العمل الجماعي اللي عاف عليه الزمان.